الإعلامية هلا الزواجية. أهلا وسهلا صح شريف. صح شريف. شحالك؟ أنتم سهرين من الوقت ذي نبدأ راكدين. أنت راكدين في وقت هذا؟ وقت هذا. علاش؟ نخرج بكري يا خي. نخرج بكري. لحشرة. خمسة متاع صباح راني نخرج. لربعة متاع صباح. ساعة 3 متاع صباح. متعبة القفة. جدا. من النواحي الكل. باهي ساعة مبروك السيزون الثاني السيزون يعني الخامسة الثانية الخامسة تعرف شي حاجة نكتب بكري في الـ في الـ ضعت أنه منهم السيزون حديث الموسم الجديد الخامسة بالحق في الورقة كاتب الموسم الجديد خمسة والخميس علينا خمسة والخميس خمسة مواسم تبارك الله اي تبارك الله ما شاء الله كي نحطوهم بالموسم بالموسم قدامك هلا شنو أنا شنو تتذكر منهم ولا كيفاش برشا حاجات برشا وجيعة برشا دمار برشا هالبلاد ويني برشا هالمسؤولين وينهم برشا هالحكومة ويني برشا هالرؤساء وينهم برشا راو برشا علينا الشيء راو مش متاعنا اللي قاعدين متحملينه لنا وزارة شؤون اجتماعية لنا دولة لنا حكومة معناه قاعدين نخدموا في خدمة ونتحملوا في مسؤولية مش متاعنا كل بلاد تخدم خدمتها راني توا سهرة على روحي في داري رانا سهرين على قاعدة سهرين الموسم الجديد القفة مسؤولية ولات معناتها اليوم معناتها مش كيما السيزون الاولى متحملين مسؤوليه اكثر من الحق اي مش كيما اي مش كيما السيزون الاولى كيما السيزون الخامسه معناتها السيزون الخامسه اكلي هي مش هي تزيد فهمت هي مش الحكايه تزيد تكبر معناها العباد حاطين عليك حمل كبير والشيء ماشي ويزيد يكبر كل عام الشيء ماشي ويزيد يكبر معناها من الاول هكا جينا فهاد الكره وحصلنا فهمت قلنا اي سهله ما ادريش شنيا باش نعبي قفيفه مش على روحنا القفيفة ولا أقفف والدينار ولا ملايين ملايين به البارح عمناول البارح والله كي البارح 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 والله شفت في البارح عمناول معناتها كنت صرحت معايا قلت لي وصلت ندور بإيشو 50 مليون في جيبي الوضع على الوضع على ما هو عليه السنة أكثر فما مونطون أكثر لأن ندورو برشا فلوس بالحق ندورو برشا فلوس ونعطيو برشا فلوس والناس تجيب لنا في برشا فلوس وإن شاء الله ما يخرج رمضان لما الحمل اللي يتنحى على كتافنا ليه حمل ليه مسؤولية كبيرة راه أمانة ليه والله ما يجيكش النوم صدقني سهيل يجيك النوم والله جوج ما صدقني جوج ما نبدو مرعوبين خايفين سيدي سبحان الله اي سيدي واحد منعش عليه دار وتسرق ولا شكون شي صدقك لو انا اليوم واحد اكزامبل انا داري سرقت متفالي انت بتصدق لي داري سرقت باش تقول لي شريت بهم كهرباء راهي عملت بهم فواياج راهم مخبين في البنك اللي يقضى عليهم شكون شي صدق الحكايه حتى حد ما يصدقها برشا ناس تحب تعاون هو يكون اللي حذايا في الدار ما يصدقوهش اي صحيح صحيح ما عندي لا ولا حد ما يصدقها ورحمه الله واحد ما يصدق شوف انا نصدقها بانه بروحي شوف ما نصدقش هما برشا ناس تحب تعاون هلا برشا برشا وبرشا هذوما راه برشا راهو قلنا لهم ليه راهو برشا يحبوا يبعثوا فما برشا يحبوا يبعثوا ديموندا قلنا لهم لا علاش هكا خاطر ما تنجمش ساعه بو كومونسي تشد صف على البوستا يحب لك تضيع نهار كامل ما عنديش وقت باش نضيع نهار كامل الوقت اللي باش نضيع وانا شاده الصف على بوستا جبر فير نخدم فيه اكثر في القفه خيلي باه معناها رفضنا برشا فلوس الحق معناها رافضين برشا فلوس الناس تحب تتبرع واحنا ما نحبوش شنو الديمارش اللي خديتوها في موسم السنه ما فماش ديمارش القفه هي بيدها ما فما حتى ديمارش قاعدين ندورو قاعدين نحاولوا ندورو في بلاد كامله ما فما سيبت زاده ولا فقط لا فقط نحتاطو معناها اليوم كي تجي باش تمد القفه لازمك تحتاط معناها بامل دفوا نمشيو للديار لا أراك الله مكروها الأرض فراشهم والسماء غطاؤهم أما قبل ما تعطي القفة تلقاك تخمم ساعات ما تمدهاش ساعات تدخل الدار هذيك وتسخف كل تحب انت وتعاود جوش تمدهم صندوق معناها جابونا صنادق فما شكون جابنا صنادق معناها فيهم فيها برشا مواد غذائية نمدوا صندوق ونمدلو مبلغ خفيف نظيف ونهزو روحنا ونخرجو علاش خاطر تسمع ساعات حكايات هاو السيد قمارجي اوكي
هاو السيد الشريب، هاو السيد ندرى شنو، هاي المراه ندرى ايش، شنو ما الخطوط الحمراء هيل للي هذوم الكل هنا ما ندورش بهم، معناها الخطوط الحمراء اللي ما اللي ما يستحقش انك معناتها انه ما يستحقش انه القفه تعطيه. فما ناس تمثل في الفقر، فما ناس تمثل الفقر، هي فقيره اما مستحليه الوضع، تقول لك انا قاعد في بلاستي راكش وكل يوم الناس تعاون فيا، فاش قام نخدم وفاش قام نجري على رزقي، هاو جاي وحده، كل شيء جاي بطبيعته. هاي معناها فما ناس عاملت وخدمة الفقر، هذوكم لا ما ندوروش بهم، معناها امبوسيبل. زاد راهو هلا اللي يسرق يغلب اللي حاحي، معناها اليوم ماكش تعمل انفستيغاسيون على كل ده. لا ما قاعدين نعسوا برشا، لا قاعدين سبحان الله قاعدين نجتهدوا على الاخر، قاعدين نعسوا على الاخر، قاعدين نسقسيو منا ومنا جيران منا جيران منا، ساعات نشوف نخرج الجيران يقول لك راهو هكا وهكا، معناها اللي سوفي دخلك شويه الهلويس سيفيني واضحه. معناها ساعات الاولاد يبداو، معناها احنا اكزامبل، احنا معناها انا ومريم نهار بعد نهار، الاولاد معناها صالح عادل حمزه كل يوم راهو 30 يوم على بعضه، 30 يوم صنزغي الاولاد، نشكرهم معناها بالحق، تحيه لهم. لا تحيه لهم للاولاد الكل، مش سهل راهو مجهود جبار انك كل يوم تقوم الخمسه والسته متاع الصباح وساعات الاربعه وما في ثلاثه والسبعة متاع الصباح تتسحر وتخرج وكل يوم على نفس الوضع، برشا الحق، الحق برشا عليهم. اما هما قالك هكا هو مثال شيء. كيفاش مقسمين الخدمه انت ومريم؟ نهار مريم اما فما لي ديبلاسمون، فهمت؟ مساكن ليكيب بالحق اكزومبل غدوه ماشي انت ومريم بنهار بنهار، انا ومريم نهار بنهار، لكن ليكيب كومامي او قاعدين نحاولوا اكزومبل بين نهار ونهار. اكزومبل انا اليوم ماشي لقابس ومطماطا، مريم غدوه اكزومبل يخدم في تونس، ما نعملوش غدوه ديبلاسمون اخر، معناها ما نبعدوش لبعيد برشا، نجمو نمشيو لبنزرت، نجمو نمشيو لحمامات، اما ما نبعدوش برشا برشا. وانتر بارونتيز حاجه اخرى، القفه باش تعملها في تونس العاصمه واحوازها، تونس الكبرى معناها اصعب برشا ملي تخدمها البر، على خاطر لمين القفه سهل، اسهل حاجه انو تعبي القفوف. اما شكون باش تعطيهم؟ كان نهار خدمت في تونس راني تنقيزه هنا مارشي سنترال راه باب الفال، ندخل داري المغرب بيضا، هذا الكل خاطر ما لقيتش دار اللي سافو لا بين اللي تستحق فريمون اني نمد لها القفه. التفركيس على الدار راهو من غير ما نحكي لك قضيه شد وقت متعب ويلزم جداً. يلزم زاد تعرف شكون معناتها لازم تمشي لل 100% اي فوالا ايفيكتيفمون. وين مشيتوا السنة وين ناويين تمشيو في المستقبل؟ مشينا لبرشا بلايط السنة، مشينا لجندوبة، مشيت البنزرة تتعدى ان شاء الله نهار السبت، مشينا للحمام الزريبة، فين مشينا؟ غدا سليانة، مازال قابس، مازال توزر، مازال دوز، إن شاء الله جربة كان الحقت. مشيت برشا بلايص، معناها برشا بلايص، مشينا القلعة الخصبة، قلعة السنين اللي هم هذوما في الحدود الجزائرية، معناها يتعديو ديكا يلا تيف تولتف، معناها تراكا تنسيك الأخرى، تراكا تنسيك الأخرى على بعض الشيء، ما غير نحكي لك معناها تروح اصلا متاخر لي، معناها نحب نعرف معناتها نحس لك نروح للدار، ندخل الدار باش ناكل، ندخل مسقمه نقول انا ناكل والاخرين بالشر، والله صدقني ساعات نستخسروا في رواحنا الفم اللي باش يهبط، ويعطيهم القوه المسؤولين اللي يتفرجوا ما على بالهمش، راقدين لا واحد يكلمنا لا واحد يدور بينا لا واحد قالوا انت في بالك فما تفاعل، معناها بعد ما تعدى الحلقه من مسؤولينا ابدا لا حياه لمن تنادي، كما قالت مريم في سبات عميق ما فهمش ريحتهم، يعطيهم القوه كيفاش يرقدوا وكيفاش ياكلوا. كنتوا تنتظروا التفاعل؟ كيفاش الماكله ما تهبطش عقد؟ كنتوا تنتظروا التفاعل من ال قلنا على الاقل يتحركوا يا سيدي، قاعدين نشوفوا في بلادهم شنو صاير فيها، بيسكم ما يتحركوش وهما شادين كريسي وما يتحركوش، ها نحن نتحركوا يا سيدي، ها نحن عينيكم، ها نحن نوريو فيكم كي راو كي ما يراوش، باه مش موجودين. باه الكونسيبت نتاع نتاع القفه دونك من السيزون الاولى حتى السيزون الخامسه سنة كيف ما تبدل شيء، معناتها قفه تتعبى فلوس تتعطى دونك وتتعطى العبد محتاج. القفه معناها الفلوس سي با مش توجهنا معناها، نعرف العبيد معناها ساعات من الناس تحب تمدلك تقولها لي مش لازم، تقولك بربي لا تحرمني اماني عايشك،
يوصل واحد يقول لك بربي لا تحرمني. معنى اما احنا نوت خصوصي ماشي فلوس راهو. نعرف نعرف هو الكونسيبت قفه معناتها القفه اي اما حتى خضره بالحم مواد غذائيه ما فما فما ديكا مثلا فما ديار ما عندهمش حتى فريجيدير كي تهزلهم الحم ولا تهزلهم خضره باش تفسد يدبروا ليوسهم. قداش مره نسال السؤال راني ساعات نهز خضره ساعات خلني سقسي على الفريجيدير فما فريجيدير ساعات نهز معناها زيت هكا هكا حوت اي معناتها خيرات حوت قالت لي نخبيه انا عند الفريجيدير نتاع العطار. معناها هي المراه لقات حل قالت نخبيه عند الفريجيدير العطار كاو معناها هذيك معناها مشكلتي شنو هي ساعتها. هنا سؤالي ليك هلا الكونسيبت معروف قلت لك القفه دونك قفه باش تتعبى باش تهز العبد مستحق القفه هذيك ومعروف انه باش يجي رمضان كل عام في الوقت نتاعو معناها علاش ما طورتش الفكره اكثر انه مثلا فما دي سبونسور كبار مع القفه تصير حاجه اقوى يعني مع التدخل نتاعكم. سبونسور معناها حنا بعد تدخل فلوس لا سبونسورات باش تعاونوا العباد لا استنى دقيقه سبونسور مثلا نتاع مبل دقيقه باش نحكيو بمنطق سبونسورينغ لي سبونسورينغ ما فيش فلوس مثلا شركه نتاع مبل مع القفه يمشي مبل مع مثلا احنا ما نعرفوش فين نمشيو يا سهير نعرف معنا احنا اليوم كي ندقدق ما تعرفش فين على شكون ندقدق انا ما نعرفش روحي فين ماشيه انا كي نخرج بخلاف الديستيناسيون تاعي اللي نقول اكزامبل غدوه ماشي لسليانا ما نعرفش بعد فين ماشيه راهو الله ورسوله اعلم من عشفة نثنية بتهزني. خممتوا في حاجة هكا ولا ما انت سبونسور مثلا متاع موبل سبونسور متاع الكتروني ناجي ما خممتش ما هيش داري ديكورة اسمها القفة معناها سيبانو تخصوصي معناها بعديك احنا ناخذوا الازومب ناخذوا عناوين الناس اللي تمشي لها ناخذوا تليفوناتهم يكلمنا اكزامبل واحد مدام ربي الكا الفلتاني نعطيه نمرو ويتصرف معاه اصلا انا لين تدخل انا بشي معاه معناها احنا مهمتنا تقف نمدوا القفه ونكملوا الحكايه ذيك وسيسي فيني بعديك نعملوا نعمل معناها نعطيك نمره تليفون وانت تتصرف ما نقعدش نقول لك يا اش عملت معاه وش عملت معاه معناها لا احنا نحلوا احنا عندنا مفتاح نعملوا له ترف نحلوا البيت نخليه غيرنا يدخل يوسع يخليه وحده مع السيد المستحق. ما كانش التوجه نتاعك الاجتماعي هلا كنت الصحفية الثقافية كنت مدام كولتور مدام كولتور اي نعرف معناها وليس كل تعرف لا ما كانش حتى تعرفها لقيت روحك في قلب الرحى اي سوسيال حكاية اخرى مش سوسيال حكاية اخرى شو يختلف القفة حكاية اخرى مش نحكي سوسيال كله حكاية اخرى راهو القفة سبيسيال مو حكاية اخرى معنى اليوم تدخل القفة انا يمكن نهار اللي ما نخدمش القفة قلبي يوجعني معنى فهمت خاطر حكاية الكل حكاية محليها تدخل تونس من داخل تشوفش عنا وش ما عنيش كانت سماها تدخل القلب الرحى فهمت كانت سماها تونس من داخل شنو تسميها مسكينة هالبلاد تعاني مقفول يغلي مغطي وحتى حد ما يحل هذه تونس شكون مغطي هكيك مغطي شكون مغطي كان احنا ما ندقوش حد ما يتحل يعني احنا كان ما ندقوش على الباب المقفول باش يقعد يغلي ومغطي حتى حد واضح. برنامج القفة تتفرجوا فيه على قناة حنبال من تنشيط هيلا الذويدي ومريم بن عمو مع الاكيب الكل تحية ليهم خاطر خدمة جبارة صالح حمزة صالح لمسي حمزة عادل بوستة دونك مريم بن عمو مريومة انا الكلنا كل يوم الستة والثمانية والاربعة ان شاء الله تحية ليهم مخليفة ما برشا اعادة تبارك تحية ليهم الكل يخليك أخي بكا تعديت بالبرنامج السنة برشا ما تنجمش تقول هذه أخي وهذه أكثر فما برشا اكزامبل الكال اللي تعديت اليوم الكال معناها الحكاية اللي تعديت اليوم اللي هي تابعة ولاية تونس مشينا العائلة جيران سيادة الرئيس في المنيهلة جارهم الرئيس جارهم معناها مش بعيد برشا ومن غير ما نحكي لك على الوضع المرأة قالت لك الدولة تلص في صغارنا على الانحراف إذا اليوم اللي طالب أنه اليوم نهار آخر يكون عسكري ويدافع على راية البلاد أنت اليوم الدولة تلص فيها على الانحراف قالت ولدي خرجوه من المكتب على خاطر ما عندناش حق منديلة ما عندهمش حق منديلة المعلمة طرد وراء طرد الطفل طرد من المكتب والمرأة تبكي قالت مشكلتي يقراو ماذا بيا ما يطلعوش كيفي لمو في الدبابز ماذا بيا نشوف ولادي خير
هذوما جيران السيد قيس صعيدة. اي شنو العلاقة معناها؟ نقصد لك جيرانه. اي برشا جيرانه معناها. خويا سيدي مبي وصل على 7 جار. هو مش معناتها دقيقة دقيقة. اي هو مش ما كانش معناتها كان مواطن عادي معناها. اليوم بسيط. هو رئيس. وكي تبدا بدا بحومتك. وبعديك توسع. ابدا بحومتك واغزر لحومتك. تلفت لجيرانك. هذيك الحومة الصغيرة راهي هذيك البلاد الصغيرة. وبعد امشي القتيل. تنصحوا انه يبدا بالمنيهلة؟ عملت الله يا سيدي هنا احنا فين مشينا لا يوريك ولا يروحك راهو حالة مكربة. ناس عايشين في كوخ لا ماء لا ضوء كوخ لا ماء لا ضوء ومشكلة المرأة الوحيدة ولادها اللي خرجوا لهم خرجوهم من المكتب. معناها هذه مشكلتها الوحيدة راهي. علاش خرجوهم؟ على المدينة؟ ما عندهمش حق طبلية. كل يوم يطردوه الطفل. بلاش طبلية برا روح. يلوش طردوا فيه؟ بلاش طبلية. عندكش حق طبلية؟ برا روح. يقولوا له برا روح. ما عندهمش باش يشريو تبلية برا روح حتى لين وصل دخرج من المكتب ما عادش يمشي للمكتب. قالت لي باش ما يضيعش باش ما ينحرفش نهزوا معايا لهم في الدبابز. قالت لي ما خير ولا يضيع. إيه علاش ما مشتش هي كلمته كلمه المدير المعهد ولا مع مدير المدرسه؟ قالت لها شنو المشكل كان قاعد الميذ بلاش طبلية معناه ما عندوش فلوس. هكا هو برا روح يقولوا له ولا تشاركوا كمكتب ولا فازوا شنو طبلية. قالت لي برا روح هكا هو ذاك حدهم برا روح. بيزار بيزار الحق معناها بيزار. لا ولا صدقني معاك اما انا لاني نلوم في المراه لاني نلوم في حد شيء معناتها نجم نلوم حتى المعهد ولا المدرسه اللي يقرا فيها التلميذ هذايا معناتها نجموا كانوا يعملوا كوليكت بين الاساتذه وخذوا له ايش فيها الحكايه فيها شيء معناها والطبليه قد تتكلف في حاله الكل حتى اللي قالوا برا مشي روح ينجم يكون هو ياخذ له الطبليه معناها شوف فيها 20000 ولا قداش معناها حتى شيء معناها تشوف حالات غريبه جدا الاغرب برشا برشا يعني قلت لك الكلمه مشات لها مريم نتاع شو اسمها عين شاكره وين المصبه نتاع الزبله الطفل الصغير اللي ينطق من جنابه فما برشا ديكا فما ولا اولاد صغار اليوم ولاو يحكيو معناها صغيرات نقول ساعات مش فاهمين حتى شيء مساكن متحملين مسؤوليه الهم والدمار خليهم يتحملوا مسؤوليه اكثر منهم هما اللي ولاو يوصلونا هما اللي قاعدين يتكلموا شيء وجع القلب ولا يصدقني شيء يقسم الظهر يا زواي. لا لا بالحق معناها شفنا تصاور وشفنا معناتها الشهادات نتاع ناس معناتها تعديوا في الـ في الـ في الـ في القفه بالحق فما برشا ناس تعاني اللي بالحق اللي ما نشوفوهم الجمله وشفتوهم فيه في القفه هو البراءه اللي على قعدره هذيك البراءه اللي على قعدره قاعدين نشوفوا فيها به باش نجيو البراءه اللي على قعده براءه القفه غير براءه سامي الفهريره شنو اللي اختلف فيها احنا عنا براءة فم براءة الاخرى براءة الاخرى فيكسيون انتوما يعني قلت لك هاو البراءة الواقع البريء احنا قاعدين نتصوروا في الواقع البريء به باش نرجع لك على البراءة يعني. البراءة هذه والبراءة الاخرى خذتك القفة هل حتى تقطيع وتريش معناتها نشوفوك مره في الجمعه ومشيت وقفت والبرنامج ما عرفوش يرجع ولا لكن القفه خذتك على الكولتورال لا وقف البرنامج خاطر المنتج السيد المنتج لم يتحمل مسؤوليته كامله فقط واضح به خذتك الاجتماعي خذيني الاجتماعي على الكولتورال وال اي ربي شويه شو سبب مع القفة متزامش معناها تصور سنين اليوم في سنين في رمضان ما عنديش وقت ما عنديش حتى وقت لروحي معناها أنا روحي ما عنديش وقت أنا ما عنديش وقت باش نمشي نتعدى البنك اكزومبل ناخذ شهريتي ما عنديش وقت بالحق ما عنديش وقت معناها الوقت غاممنا على الاخر على الاخر أنا حتى كي ما نخدمش الصباح نقوم من الستة متاع الصباح هاي جماعة وينكم حتى ما نخدمش أنا راني هاي البنات وينكم هاي الأولاد وينكم فهمت مخو ديما واحد ولا تتتك على بعضه فهمت واضح ضيفتنا هلا الزواجي بلاستك واضحة في الكولتوريل ولا ايه مؤكد الثقافة اللي عملت هنا ما عملوها ايش بعدي معنى الحق معنى بلي تو قاعدين يخدموا في الكولتوريل برشا اللي خدمناها احنا ما تخدمش لا من الناحية كل احنا اون شيرش لي ديتاي كنت وحدكم زاد وقت لا ما كناش وحدنا عليه كانت الوطنيه قبلنا يا اخي انا تعلمت على شكون نعرف الوطنيه وانتم لا انا قلت كان قبل القدوه نتاعي وديع برحومه اللي جاب حاجه جديده في الكولتور في التلفزه الوطنيه
بعديك جينا نحن، احنا ما نغزروش القصات حين نمشيو حفله وهي حفله صارت والاخر غنى وبعد نسالوه اون شيرش لي ديتاي. معنى عرفت كل النحاسه اللي تغلي زاد في الكولتوريل كيف كيف كنا نهزوا عليها الخطا تولي عادي وحفله وتنا تنك تنا تنك وبسلامه. فهمت سي با سا معناها اللي كنا نخدموا فيها احنا في زوم على الثقافه ولا في بلا مجامله ما عنده حتى علاقه باللي قاعد يتخدم اليوم في الكولتوريل. نو اليوم فما ايماج مزيانه، فما تقارير حلوه كما اللي يخدم فيهم هادي زعيم، خدمه مزيانه ايماج حلوه برشا دي كاميرا. انا كان جاي عندي شويه من الامكانيات نتاع هادي زعيم راني قلبت الدنيا بالكولتور. كان عندي شطر الامكانيات اللي عند هادي زعيم اليوم وشو المنع؟ راني قلبت الدنيا. شو المنع؟ انت تعرف الوضع في القناه وتعرف الامكانيات اللي فما. معناها انت ولد حنبع دونك تعرف الامكانيات الموجوده، فما عندناش الامكانيات اللي اليوم اكزامبل موجوده عند هادي زعيم في الكولتور. معناها فهمتني؟ انا قلت كان جاي عندي شطر الامكانيات راني قلب الدنيا. من ناحية تقلبها هيلا؟ من نواحي الكل يعني الطريقة ان الكل نحوص فيها. باه نرجعو نحكيو أكثر. أي. من جيلك بشنو وريك تصاور شنو تاخذ منهم وشنو تعطيهم؟ تراهمش عبد الرزاق. عبد الرزاق شبي منشط منشطين في الثقافة وفي في الإعلام. منشط فاريتي عبد الرزاق شبي سي ديفيرون راهو. أيوة معناها ما تنجمش تحطنا كيف كيف. لا عبد الرزاق شيبي عندكم نقاط التقاء منوهات. عبد الرزاق شيبي فقط شو تاخذ منه شو تعطيه؟ ما نخش منه ما نعطيش. شنو عليه فماش مانيش كيف كيف معناش كيف كيف. نحبو برشا عبد الرزاق شيبي ما عنده ستيلو. معناها عبد الرزاق شيبي وحده معناها هكا يعجبك ستيلو يتحط وحده. اي يحبو برشا عبد الرزاق شيبي بيان سور جبحذية برشا مرات يحبوه برشا. ومن القلائل المنشطين اللي كيخصوا الشارع نجمية يوقف السيركولاسيون على قاعدة. بالحق عبد الرزاق الشيبي لا لا منحبوه برشا بالحق والله محليه. معناها اللي يعمل فيه مزيان أما ما ينجم يعملوا كان هو مش حد يخصوه. تلومه على حاجة؟ لا موافق. لا تلومه لا تخو منه لا تعطيه حاجة. تحب تعمل عركة مع عبد الرزاق الشيبي؟ ليه ليه صديقنا. تحب تعمل لي مشاكل مع عبد الرزاق الشيبي؟ في سعيد غشش راه. ليه والله ليه والله. لا والله في سعيد غشش. أنا في أنا ماني في سعيد غشش. والله صدقني كان نقول كلمة تومي أول 60,000 تأويل. لا 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 ما لا نتعداو التصوير اللي بعد. اللي بعده يا لالا. كل أصدقائنا مش كان عبد الرزاق. هادي زعيم نحبو برشا. هدهود. هادي نحبو برشا صديقي. بالحق نحبو برشا خدمته مزيانة على الآخر. أما أنا قلت لك كان عندي ربع إمكانيات هادي زعيم راني قلبة بهم الدنيا. كنت صرحت قبل إنه هادي يخدم. اما ما يحفرش مليح يخدم اوكي. شو مفهوم كل حفران 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 شو مفهوم الحفران مليح؟ تحفر مليح معناها لازمك تتاكد تزيد تمشي للعمق تزيد. هادي في استاد معينه يقفل هادي اللوم على حاجه. فما برشا هتك للاعراف، فما برشا حياه خاصه في اللي جبت فيه، فما برشا بريفي اللي هو ما يهم حتى حد. معناها ان اليوم تطلق ولا تعرس ما يهمنيش اخر همي. اليوم صاحبك فلتين ولا صاحبتك فلتينة ولا اليوم خرجت مع فلتين اخر همي. فاش باش يزيدني وفاش باش ينقصني؟ انا المواضيع هذوما الكل ما جبتهمش اخر همي معناها. وحتى نهار اللي سالت سؤال في الاطار هذا طلقت وما طلقتش كان بطلب من السيد اللي جاني. اما انا باش نسال وما نسالوش ما يهمنيش. تعمل حوارات بطلب؟ لا السؤال هذاك سالته بطلب بالحق. قال لي هلا انا اساله لي سؤال قلت له انا اسالك فقط. اما سينو لا المواضيع هذوما الخاصه الكل ما نجبدهمش. شو تاخذ منه؟ هادي الامكانيات اللي عنده فقط. كل الامكانيات الامكانيات شنو تعطيه؟ اكثر حرفيه ما اللي عنده. اكثر من الحرفيه حرفي اكثر هادي حرفي. اما كان يزيد ياخذ من عندي حاجات اخرين تو يولي باهي. نمشي اللي بعده. قل سمير ان شاء الله ربي يفرج عليه. سمير الوافي ربي يفرج عليه. فاش تلومه سمير؟ قاعد يعوم في نفس البحر ما خلش منه. ما بدلش التايو هو بيدو اللي قاعد يحوص فيه لم يتغير. بورتو ينجم يعمل برشا حاجات مزيانه سمير الوافي. اما هو قعد في نفس الحكايه في نفس السيركوي ما حبش يخرج.
اونديري فما هكا شو اسمها هي السيركل شو اسمها الدائره المغلقه نفس السيركوي ما حبش يدخل يخرج منه. شو تنصحوا؟ ينجم يعمل برشا حاجات اخرى تحرك معناها اعمل حاجات اخرى بدل اللي انت فيه نفس العناوين نفس الحكايه كل عام ديكور ضخم وندرا شنيه وي 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 تحل الصورة تلقى نفس الحكايه نفس الخرافه هي بيدها مع تغيير العناوين فقط معنى العنوان هو اللي يتبدل الدخليني نفس الخرافه نفس الحكايه اللي بعده شكون من عفيف عفيف الغربي عفيف كانت نجم تستغل روحها اكثر كانت نجم تمشي اكثر فيش في كل شيء في المنوعات عفيف هي بيدها قعدت عفيف الغربي هي بيدها معناها كانت نجم تمشي اكثر وعندها معناها عندها ما يخول لها اني تبدع عفيف الغربي بالحق لو صراحه شو اللي مكتفها منعش بوتاتر لي مويا جو سي با ما قدمتش معناها هذيك هي عفيف اللي نعرفها من قبل عملت برشا حاجات راهي اما هذيك هي عفيف نفسها لم تتغير شو تاخذ منها عفيف بريزونسها مزيان عفيف البريزونس نتاعها حلوه معناها لبيسه رياقه عامله قوقة روحها مش كيفينا هكا مجرت لي لكن اليوم علاش قصت الكل بالجمال وسيبت الباقي لا بالحق معناها هذاك سو بلون تبارك الله ما شاء الله عليه بيان سور هي تحيه هي ليها بروحها كل شيء معناها مواكبه العصر مواكبه التطورات شو تعطيها مواكبه كل شيء شو نعطيها شويه من مخي مش معناها هي ما عندهاش مخرة بركلا عليه اما نزيدها شوي من المخ تعجبني هلك تعمل تعقيب واحد والله ما تكلمت تعجبني شو قولك ليه خد قطو زرع عمل هك كلي بيت شوي من مخي به قاعد نتوقع خدمنا مع بعضنا برشا بيان سور وين زيد نوجه لها تحية عفيف صديقتنا اخر تصويرة هاي مزي هلا ركبي اللي والله خسارة غير اللي الضجة صارت على رجوحها ومن بعد حل وخماضة اللي هو ما رجعتش هي انفيتي في اميسيون بالحق ما صاب رجعت والله هلا محليها انت مع الطرف اللي يقول لك ما صاب ترجع لا ما صاب ترجع وبلاصتها موجودة معناها انا كريت البرومو متاع البروغرام من الاول نسحدوها هي بترجع كريت البرومو قلت البرومو مش متاع رجوع معناها البرومو مش مخدوم البيه معناها اللي تخدم معناها مش متاع ان غران رتور بعديك فهمت الحكاية اللي هي مش برنامجها اللي هي ضيفة في البرنامج اليوم هلا ركبي كان ترجع للتلفزة الوطنية شو تنجم تغير ليلي توحشنا فما سيغتين نوستالجي لهلا ركبي راهو مش تغير ليه ما عندها ما تغير بوتيتر فهمت خاطر يمكن هنا توا معنا في الشيء اللي موجود يمكن دي باسي برشا حاجات فهمت اما كان ترجع باللي هي عندها دي سي ديجا باهي مزيان معنا اليوم ماذا بينا هلا ركبي ترجع ماذا بينا كان جا نجيب الخطاب حي ماذا بينا كان جا صالح جغام حي معنا فهمت فما ناس ربي يرحمهم ينعمهم فما ناس بلايسهم واضحه شو تقول لها فما ناس حتى حد ملي بلاصتهم هلا ركبي حتى حد ملي بلاصتك كيما نجيب الخطاب الله يرحمه حتى حد ملي بلاصته كيما صالح جغام ربي يرحمه حتى حد ملي بلاصته فما بلايس ما تمليتش حتى كان بلاصتي انا كان نهار اخر نتوفى بعد عمر طويل ولا نحكي لك ولا حتى كان نبعد حتى حد مش مليح مو بلو ان شاء الله بعد عمر طويل فما ناس فهمتني على الحكد فما ناس عندهم بصمه ماش عند ناس اخرين فهمت فما ناس عندهم هكا فما حاجه نتاعهم صحيح سي بروبر هلا زويدي ما تنجمش يكون حد اخر هلا ركبي ما تنجمش يكون حد اخر نجيب الخطاب ما ينجمش يكون حد اخر فهمت ما فماش دي فيرسيون من نوع كوبي كولي لا ما فماش فهمتني علاش نحكي هكا فهمتك اما اليوم برشا ناس نجموا يسمعوا فينا تقول لك شو نوعيه الغرور هلا دي مش غرور فما شكون نجم طوى واحد في كرهبته يقول لك شبيه مغروره مثلا بتحكي لها هكا واثق الخطوه تي ومخي نعطيها مخي انا قلت لك واثق الخطوه تي فقط
اخي انا كي نغزر وجهي للمرايه نقول ما حليني تبارك الله عليا. نستناش لعبيت حتى تقولي تبارك الله عليك، انا نقول ما حليني وتبارك الله عليا. باه اشكر روحك، حب روحك، تونس تحبك. اول حاجه حب روحك، قول يا ما حليني ما باني نحبني وتبعت لعبيت تحبك ما تحبكش ربي معاها. لو فرضنا انت قدام المرايه كيفاش تلوم روحك؟ مش تشكر روحك، يزيد الشكر. ما عنديش لوم، علاش مش لوم؟ مقتنعه باللي نعمل فيه الكل، كل شيء، وسي سي ا غوفير جو غوفي، معناها تعاود كل شيء، كل شيء كل شيء. ما عندي حد شيء، ما عنديش حاجات، مش معناها راني بلا اختار، فهمت؟ يمكن راني زلقت زلقات، عملت حاجات بوتيتر ما يتعملوش، فهمت؟ اما الناس كل تغلط، سبحان الله، لازم تقبل روحك باخطائك مش اخطائك. واحد كيما يغلطش ما يتعلمش، بالطبيعه سي حاجه طبيعيه. معناها كي تخطئ اضرب روحك بكف فيق وارجع كمل لك هو. اما ما تغزرش وراك، على خاطر كان تغزر وراك الخطوه اللي قدامك ماكش تقدم لها، معناها في الدوره هكا التالي باش تضيع خطوه القدام، دونك مش لازم تغزر التالي، ديما قدم القدام. ارمي ورا ظهرك، ارمي ورا ظهرك، ارمي ورا ظهرك. واضح. به هلا ذوادي ضيفتنا في سهرين لل11. اليوم كانت توفر لك الامكانيات الكل واكثر من هادي، شو تعمل؟ لا نرجع الكولتور، نعمل نرجع الكولتور بالحق. شو نوعية البرنامج اللي تطمح له او تحب تعمله بالامكانيات الكبيرة؟ هلا ديري انا نجم نجم برنامج بسيط نعمل بامكانيات كبيرة، اكزومبل القفة اليوم ما في حد شايرة كاميرا وميكرو وكهرباء وفن شد ثنيا، ما في حد شاي. المخ هنا، مخ كيفاش يخمم؟ لازم مخك يخرج لك حكاية من حاجة بسيطة جدا، خاطر ساعات حكاية تنجم حاجة عندك إمكانيات رهيبة وما عندك ما تعمل بيهم راه، وساعات ما عندك حتى شيء، أما مخك يجيب أفكار ينجم يعمل برشا حاجة مزيانة. واضح. قاعدة تتبع في التلفزة؟ أي شوية شوية، مش ديما الحق. فاش تتفرج؟ ما تعرف بتخمة في رمضان فاش تتفرج؟ نتفرج بين سور في حنبعل، نعم طالع في حنبعل، مش الكل كيف كيف نون بلو. تبع في حب ملوك؟ حب ملوك وي، إيماج مزيانة، مسلسل مزيان الحق. مانيش قاعدة نتفرج في الكل، ما نجمش خاطر قاعدة نتفرج في حرقة، قاعدة نتفرج في براءة، قاعدة نتفرج ساعات في فوندو مش ديما. نبدأ بحب ملوك، نبدأ بحب ملوك والجدل اللي خلقه في الشقيقة الجزائر، وتم منعه من قناة النهار، دونك عاقبته بجمعة، وتم بعديك البيان تاع قناة حنبعل، وكما كان معايا زهير القمري حكي على التضامن مع القناة، دونك مش مع القرار، معناتها مع القناة باش يتم البث، معناتها كيف كيف قرار حكيم من قناة حنبعل. وحنبعل قلت له ديجا، بعثت ميساج سي زهير قلت له قرار حكيم وتحسبها مليح، يعطيك الصحة. قرار هيئة الضبط نتاع الجزائر، هيئة الضبط هم لهم واحد عندهم ضبطهم، عندهم ضوابطهم في الجزائر، يمكن مش هما بيدهم ضوابطنا في تونس، فهمت؟ نحترموا ضوابطهم فكاو. معناه ما تنجمش تو اكزامبل انت وقنات قاعدين تبثوا في عمل، ما يجيش اكزامبل هما يقصوا بعدك احنا اللي نكملوا، خايبه في نسمه زاد قص نسمه شنية؟ حب ملوك كيف كيف في نسمة موجود زي؟ لا في حنبعل وفي النهار فقط موجود في نسمة زي؟ لا في بليلة. شنو اللي تعادي تعادي في نسمة؟ ما شفتش، ما نعرفش، ما تبعتش، قاعد تعادي في نسمة ما نعرفش وقفت معاهم ولا ما شفتوش هو إلا له. به نمشيو الفوندو، فوندو ما تبعتوش باش الحق، ما شوية شوية ساعات نعمل دورة ما نجمش نحكي لك عليه مليح الحق، ما تبعتوش برشا، ما نحكيش على حاجة حرقة فرشت فيه حرقة وي حرقة اثنين الضفة الأخرى، حرقة فيه برشا وجيعة وفيه برشا حاجات مزيانة، فيه الوجيعة وفيه الحاجات المزيانة، ممثلين من طراز رفيع، عمل مزيان، عمل حلو، وإن شاء الله مازال فما حرقة ثلاثة وأربعة وخمسة، خد بالحق عمل مزيان على الأخر، أنا يعجبني. أنت مع الوجيعة في الأعمال الدرامية ولا لا؟ خلينا نعيش اللي عنا، معنا خلينا نعيش واقعنا، موجود اللي يحكي فيه كل موجود، دونك خلينا نعيشوه، خلينا نشوفوه مصور مزيان سي انتريسون.
حتى ممثلين من طراز رفيع ما شاء الله. كان يا ما كانش على القناة الوطنية الأولى ما تبعتوش برشا، ما نعرف عبد الحميد بوشنيق يخدم خدمة مزيانة. أثناء كان يا ما كانش في أكثر إسقاطات على ال اي ما تبعتوش على الواقع صحيح. يعني كي تفرج فيه كي تفرج فيه معناتها تحس روحك تعيش في تونس بطريقه ساتيريك كي وفما فانتازم حتى رجعك هكا ساعات للزمن الجميل على حاجات القديمه فهمت فما حاجات اي فتفونجلعوني المنجلعوني نرجي بن عيد فهمت محليهم الحكايات هذوما هكا طلع شوي ما تبعتوش برشا الحق ما باه نمشيو اخر حاجه سيتكم البلاص على قناه التاسعة ما تبعتوش الجمله هو بطولة سيف عمران ما تبعتوش جملة الحق في هديم الزريبي زادا لا ما تبعتوش واضح. ما نجمش تخمة في رمضان ما نسهرش برشا لازمني نقوم خاطر القفة لازمنا نخرج بكري فالحق ما ركزتش برشا الكذب على ربي خذتك القفة حتى على التلفزيون على الأخر هلا الذوادي أكثر من الشيء اللي نعيشوا فيه إيش من مسلسل يا أخي في مسلسل عايشين نعيشوا فيه مسلسل رعب شكرا هلا الذوادي على تلبية الدعوة كان حوار شيق معك ومحليه معناها نحكيه على حكينا في كل شيء إن شاء الله حظ موفق في القفة أنا في نجي حذيك لما عامله جو يفرحنا نبدأ مرتاحة نفسانيا نفسوية مانيش مستعدة للهجوم المعاكس فهمتك ليش نقصد فهمتك خاطر انا مانيشك من جور اللي نهاجم اللي فما زملاء تو اصحابنا وياهم اما كي نمشي لهم ظاهر علاش مستدعيني معناها مبينة الحكاية دونك نمشي وانا مستعدة حاضرة العتاد نتاعك يجيبوني نجي مرتاحة المرة الجاية نجيبك ونحضر نجيك كيف ما انا معناها شكرا ويفرحني برشا يفرحني برشا وجودك هلا خليك الختام شو تقول للناس يتابع في 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 القفة يعطيهم الصحة بلاش بيهم رانا مانيش موجودين هما يدينا هما ساقينا احنا رانا وسيط في الاخر بالكل احنا ناخذوا من عند هذا نهزوا الاخر احنا وسيط فقط محليهم الناس هذو ماني قلت لك محليها تونس اللي قاعدين نشوفوا فيها محليها تونس اللي اكتشفناها في القفة مش محليها برشاكم من مرة ليه نحكي لك الناس اللي تحتي مانيش نحكي على الواقع الماري اللي قاعدين نشوفوا فيه نحكي على الناس اي فهمتك معناها ما كنتش نتصور ان انا اول نهار خرجنا القفة اول عام وخرجنا هزينا القفة ومشينا قلت لها مريم باش نقولوا يا عسلامه وبعدها قول اعطيني خضره اعطيني بطاطا باش نقولوا له الحكايه معناها فهمت معناها خايفين تخفنا من منطقه التسول اي اما تو اسهل في شويه خضره نسول تو اسهل تو انت تقف وتقف تعب وحدها انت تبقى قاعد وسايب دار بداليك الخير يتهاطل بغي من احكي لك الحمد لله ما شاء الله هذا دليل على نجاح البرنامج ودليل على مصداقيه البرنامج شورتو انو الناس قاعده تشوف الامانه نتاعها وين توصل ثقه معناها مش عطيني فلوس ولا اعطي الجمعيه فلوس وما تعاش عليهم فانا برا ماشيين اذا اللي تمد خممتوا تعملوا جمعيه هلا ليه ها انا اصلا مانيش اسمع جمعيه راني مانيش طغو معناها بلخص الجمعيات هذوما هي الخيريه وريق الخيري ذي مو جوي الحق خاطر ما عنديش ثقة برشا في الخيري ليه كنت تنجموا تعملوا جمعية معناها ما نعملش لويش هاني تلفزة ليش لبس علي ليش تعملني جمعية أموري واضحة شكرا هلا الذوادي ميرسي بوكو على تلبية الدعوة ربي تحية للزملاء الكل اللي معايا مريم بن عمو صالح عادل حمزة خاطر باللي نشكر كيني ما قلت حتى شيء بالحق ما شاء الله عليهم وتبارك الله بالحق والله تحيه ليهم الكل كيب القفة الكل وليكيب حنبع الكل شكرا لك هلا الذوادي احنا هكا نكونوا كمان الاميسيون تاعنا اليوم من ساهرين